مشاهدينا حياكم الله معنا من جديد وفي مساحتنا الحواريه من برنامج مال واعمال، ورحب بضيفي في الاستوديو المستشار في اداره الاعمال الدكتور محمد الجيماز. دكتور محمد، سعداء بلقائك في برنامج مال واعمال. شرف لي، واشكرك على هذه الدعوه الكريمه، واشكر المشاهدين الكرام. السلام مبارك دكتور. يعني إذا ما تحدثنا عن توجيهات سمو أمير بلاد حفظه الله ورعاه بدعم كل ما يسهم نقول دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وكذلك تعزيز الكوادر الوطنية في شتى المجالات وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة، إضافة إلى توفير فرص استثمارية نقول تنافسية واعدة، يعني سؤال: لماذا يحظى هذا الملف الاقتصادي بأهمية قصوى في عهد الأمير أو سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه؟ الله يحفظه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح. مش جديد على هذا العمل، هو ذو خبرة طويلة وعمل طويل، وهو أساسا كان في الدولة وفي عدة مناصب عمل في الجانب الأمني والجانب السياسي والجانب الاجتماعي، وكان له دور كبير كذلك لما كان الله يحفظه كان ولي العهد في نفس الملف ونفس المجال، وهي هذا تقريبا أنا أعتبرها استمرارية لنفس الجهود اللي هو حاب أن يشوفه، لأن هذه كانت أمنية وهو هذا الهدف اللي هو يهدف له، يعني الله يحفظه ويطول بعمره، أن رفاهية الشعب ورفاهية الأسر الكويتية، وهذا كان شعار يعني المسؤولين في الدولة، وصاحب السمو الله يحفظه استمر في هذا الشعار في أن يحافظ على رفاهية الشعب والمواطنين بتنمية الاقتصاد ومحافظة على أن تكون الدولة يعني فيها ذاك النماء والاستقرار الاقتصادي. لذلك يعني الملف الاقتصادي، هذا الملف الضخم والكبير له بالغ الأهمية في أكيد عهد أكيد سمو الأمير حفظه الله ورعاه. دكتور، يعني أيضا توجيهات سمو لتنويع مصادر الدخل، وهذا ما لمسناه أمانة عندما زار سمو ولي العهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وعقد اتفاقيات مهمة تصب في التنمية الاقتصادية، ومنها يعني تطوير وإدارة وتشغيل موانئ الكويت وأبرزها يمكن ميناء مبارك. لو تكلم على هذه النقطة. نعم صحيح، أنا هذه النقطة أنا أتكلم عنها بالذات، هي جزئية كبيرة بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد، وتوجه ولي صاحب السمو ولي العهد إلى جمهورية الصين لعقد هذه الاتفاقيات وتنمية التعاون المشترك بين البلدين. يعني تخيل في علاقة يعني تعدى ما بين 50 سنة، وتبادل تجاري يتعدى 7 مليارات دولار، تبادل صحيح تجاري يعني كبير مستقر، ومشاركتنا احنا مع الصين في هذه خطة التنمية أو في دعم خطة التنمية يعني هذه حركة إيجابية، يعني أنا يعني إحنا نقول نمتن لها، أو هي حركة إيجابية جيدة في توقيتها الحالي حتى تساعد على تسارع أو خطة التنمية، لأن خطة التنمية مثل ما أقول لك يعني أمانة هي خطة طويلة الأمد وفيها صعوبات مرت عليها، تقلبات سياسية، تقلبات أمنية، تقلبات صحية من جائحة كورونا، تقلبات اقتصادية من أسعار النفط، أمور كثيرة تأثر على خطط استراتيجية، ولكن حركة بهذا الوقت بهذه الطريقة أنا جدا سعيد أن يعني تجد هذه الحركة بهذه الطريقة. يمكن هذا جرنا دكتور إلى سؤال مهم، يعني هل استطاعت يعني ديرة الكويت نقول إنجاز خطتها التنموية رغم الظروف الاقتصادية التي يعني مرت بشكل عام بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة؟ شوف، هو بالنسبة لأغلب الناس أو أغلب المواطنين لما يشوفون خطة استراتيجية أو يشوفون رؤية التنمية لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، قد ينظرون للرؤية الكاملة، وأغلب الناس لا تعلم أن الكويت تمشي على خطة صغيرة أو مجزأة من هذه خطة التنمية، يعني في خطة خمسية بمقابل الخطة الكبيرة. الخطة الكبيرة هدف كان يعني من 2015 دولة الكويت دخلت في خطة جريئة وكبيرة بأنها أوجدت ما يسمى في الميجا بروجكت، مشاريع كبيرة ما بين إنشاء طرق ومدن سكانية شمالية وجنوبية، وبناء التخطيط على الميناء، وبناء مطار جديد، وبناء الأنفاق. هتكلم عن أمور ترى مهلكة لدول كثيرة، لو أنها تصرف بهذه المبالغ كانت راح تتأثر اقتصاداتها، وراح تتأثر في انها تدعم الجانب التعليمي والصحي والجوانب الاخرى المهمه في المجتمع. بس الحمد لله رب العالمين الكويت لم تتوقف في هذا الشيء. نقول الخطه
في تنفيذها قد يكون بطيئة، ولكن الكويت في سباق مع الكويت وليس في سباق مع أحد آخر. تعرضنا لأمور كثيرة، الجائحة، تعرضنا لتقلبات اقتصادية، تقلبات عسكرية، تعرضنا لتضخم، أمور كثيرة تأثر على دول كثيرة، أثرت على دول كثيرة كبيرة. صحيح. دول صناعية ودول لها قدرات عالية بأن أثرت على عملتهم، العملة نزلت عندهم، الحمد لله رب العالمين. الدينار الكويتي من أقوى العملات الموجودة بالعالم، ولم يكن ذاك التأثر عليه يعني بشكل كبير. التضخم يعني أثر على الكرة الأرضية كلها، على الدول العالم كلها. التضخم هو المعركة الرئيسية بين يعني مع دول العالم كلها، بأنها تقاتل بأن تحافظ على قوة العملة ولا تحافظ على أن تحافظ على انخفاض قيمة السلعة. فهذا هذه الموازين صعبة جدا، والحمد لله رب العالمين إحنا نعتبر من الدول اللي يعني حافظنا على وضع البلد بأن حافظنا على قيمة السلع وأن حافظنا على قيمة العملة. بما أنك ذكرت ما يتعلق في التضخم والارتفاع الكبير في هذا الأمر، كيف تؤثر من وجهة نظرك دكتور محمد يعني مستويات التضخم على الاقتصاد العالمي بشكل عام؟ هي تأثر بشكل كبير، تأثر على الدول بأن قيمة السلع ترتفع، وهنا تسعى البنوك المركزية بأن ترفع قيمة الفائدة. لما ترفع قيمة الفائدة فأنت تضرب بشكل مباشر أصحاب الدخل المحدود. فلو قسناها على الدولة النتيجة تصبح انحسار القوة الشرائية لدى الفرد، انحسار القوة الشرائية ويتأثر اقتصاد عندك، وتبتدي يصير عندك كماش في اقتصادك، فالقوة التنافسية اللي عندك في أنك تقوم بالإنتاج والعمل وتنمية الاقتصاد تكون ما تكون بذاك القوة، تأثر حتى على خطط التنمية اللي أنت تحاول تشتغل عليها. دكتور، يمكن العام الماضي يمكن إحنا بالكويت من أكثر الدول تضررا وتأثرا من ارتفاع معدل التضخم اللي نعم. وصلت عندنا يمكن 4.5 نعم. فاصلة 5 أو فاصلة 6 رغم انخفاضها في هذه السنة إلى 3.8. نعم. يعني يمكن هذا يعتمد نقول احنا على ان احتياجاتنا دائما اكثر من 90% تكون من الخارج كسيارات. اوكي، اذا بتنظر لها بالجانب هذا ان احنا دوله مستورده، نستورد منتجاتنا اغلبيتها، المنتجات سواء الكماليات او الضروريات او بعض السلع الاساسيه نعم نستوردها، ولكن الحمد لله عندنا بعض المنتجات الانتاج المحلي وهي المنتجات الاساسيه، واشتغلت الحكومه على انها توفر منتجاتنا الاساسيه ومنتجات قد تكون مستورده ولكن لمده استراتيجيه تتعدى احتياج المواطن بستة اشهر الى سنه. ولكن خلينا نلاحظ اذا احنا كنا نتكلم عن 4.6 او 4.6 بالتضخم الكويت، واليوم مثلا 3.8 تتكلم عن بعض الدول يصل الى 15 الى 25%، بعض الدول وصل الى 60%، تضخمات عاليه جدا بدول العالم. بعض الدول الصناعيه المنتجه العمله تاثرت بشكل كبير وانخفضت لدرجه ان المواطن ما عاد يستطيع ان يشتري حاجاته الاساسيه. الحمد لله رب العالمين بالكويت احنا ما وصلنا لهذه المرحله، ولكن تاثرنا، لاحظنا السلع زادت اسعارها اكيد، لان السلع تاثرت في قيمة استيرادها، قيمة توفيرها، قيمة جلبها، قيمة توفيرها من المصنع إلى المورد، إلى الشخص، إلى التاجر اللي يعني المفرد، من الجملة المفرد. فهذا أكيد له آثار حسينا فيها ببعض القطاعات، مش كل القطاعات يعني. طيب دكتور، دعنا نتكلم في موضوع آخر أيضا يصب في المصلحة الاقتصادية في البلد. يمكن تاريخ أو شهر مارس 2022 عندما تم الاحتفال بتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيع عندنا بالكويت تحت رعاية وحضور حضرة صاحب سمو البلاد حفظه الله ورعاه وسمو العهد حفظه الله، يعني السؤال هنا يعني هل من وجهة نظرك يعني أو كيف ساهم هذا المشروع أو تدشين هذا المشروع في تحول الكويت إلى نقول عالم الوقود النظيف؟ نعم، هذا المشروع جدا قيم وجدا يعني أنا يعني لو بيدي هذا أعطيه تسويق عالي جدا وأعطيه دعم العالي في 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 الإعلان والدعاية، لأن هذا يعتبر نجاح وإنجاز للقطاع النفطي. الشركة الكويتية للمنتجات النفطية أو المنتجات البترولية المتكاملة عملوا شيء، قفزة جديدة. قبل ما احنا كنا نحتاج نبيع النفط الخام، الحين تقدر تبيع منتجات بترولية، منتجات نفطية، تبيع الكيروسين، تبيع الديزل النظيف. يعني قبل أسبوع أو قبل أسبوعين إن ما خانتني
ذاكرة طلعت باخرة من الكويت كاملة بالديزل، والحين إذا تروح مثلا محطة الدوحة الغربية قبل كان يطلع منها انبعاثات الدخان، الحين ما راح تشوف الدخان. يمكن شفنا صورة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي عن كيف أن قبل كانت هذا حقيقة، لأن تم تزويد الطلب المحلي والدولي بهذا الوقود النظيف، وتم تقليل أو انخفاض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير. هذا شيء يعني يشكران عليه، لأن هذا أثره لقدام بالمستقبل على البيئة وعلى الأولاد وعلى أنا نفسنا إحنا، هذا لها يعني مردود بيئي جدا عالي، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي اللي تكلمنا عنه. إذا أنت كنت قبل تبيع نفط خام، أنت الحين تبيع منتجات نفطية وراح تنوع منتجات نفطية، راح تزيد حصتك في السوق في القطاع النفطي مع الشركات الدولية والعالمية. الحمد لله هذا من أهم المشاريع التنموية عندنا بالكويت، وظهرت نتائجه مثل ما ذكرت أيضا في محطة الدوحة الغربية. وتداولها كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من مواطنين ومقيمين، شفنا الصورة الفعل المؤثرة وجميلة وتدل على أن هذا الهدف من هذا المشروع، مشروع الوقود البيئي، هو تقليل وتخفيض الانبعاثات الكربونية. دكتور محمد، يعني نقول بعد عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، هل ستشهد المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة المزيد من الإنفاق؟ هو تبي الصراحة الإنفاق لم يتوقف، مستمر، ما توقف من 2015 من بدأت خطة التنمية، ما توقف. اللي حصل عندنا تقلبات، اللي يمكن ما يلاحظون أغلب الناس، تقلبات السياسية اللي حصلت في المنطقة والخلافات السياسية أو الخلافات ما بين الخلافات خلينا نقول الداخلية كذلك ما بين الحكومة وما بين الهيئة التشريعية، أو صار إشكاليات تقلبات الأمنية أو التقلبات الصحية في جائحة كورونا، هذه ما يستهان فيها. تخيل أن الدولة توجه جميع مصاريفها وأنفاقاتها الخاصة في تنمية الدولة إلى محاربة جائحة، إلى دعم ودعم الجانب الصحي في جلب الكمامات وجلب الأدوية وجلب اللقاحات ودعم المستشفيات وجلب الأجهزة اللي تحاول تحمي البلد من جائحة كورونا. ما كنا نعرف إحنا وين راح كانت تودينا الكورونا هذه، ودعم بعض الأنظمة، وتحولت الدولة من النظام التقليدي العادي إلى النظام الآلي والتطبيقات وما تعدى إلى الدولة الحكومة الإلكترونية أو حكومة، أنا كنت أسميها حكومة تطبيقات لأن بلشنا بالأمور الإلكترونية وتجاوزناها. فهذا الصرف من توجه تغير، الحين صار اغلاقات، وقف السوق، مشاريع صغيره وقفت، مشاريع كبيره وقفت، صارت المشاريع الوحيده الرئيسيه اللي تشتغل. فالدوله ركزت على انها تحمي المواطن والاسره والفرد من الامراض، لان الحين الجانب الاقتصادي صار هو الدرجه الثانيه والدرجه الاولى الجانب الصحي، فصارت ازمه اقتصاديه صحيه مش أزمة اقتصادية أمنية. العادة يعني العادة الأزمات تكون اقتصادية أمنية منفردة، لكن اختلاف بين دولتين، اختلاف بين دولتين على حدود، على معرف إيش، على قتال، على شغلات معينة، أو اختلاف على أمور اقتصادية بأسعار النفط وأسعار العملة وخلافات التكنولوجية. هالمرة كانت اقتصادية صحية وأثرت على الدولة أمانة. بعدها دخلنا على إشكالية التضخم، وهذه كلها أنت تخيل، أنت عندك خطة تنمية تبي تمشي عليها بشكل خمس سنوات، كل خمس سنوات جزئيا، وتيك تعثرات أو تيك تحديات وتقلبات، تضطر شوية تنتبه لهذه التقلبات عشان تحلها. صحيح. بعد ترجع حق خطة التنمية، أكيد راح تأثر على 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 حركة التنمية. ولكن آخر شيء أقول لكم إن الإنفاق ما وقف، وإن شاء الله راح يزيد، ولكن خلونا نتأكد أن الكويت غالبية إيرادها عندنا مصدر النفط، هو غالبية الإيراد اللي احنا نعتمد عليه حاليا. الحمد لله رب العالمين، بعد ما تكلمنا عن تحولنا إلى تنويع مصادر الدخل بتوجيهات أخرى ومنتجات غير نفطية. أنا أتمنى أن يعني في بعض أمور غير النفطية اللي احنا نقدر ندخلها من مداخيل ثانية، من الجانب الترفيهي، جانب القطاع السياحي والفنادق والقطاعات الخاصة والقطاعات الأهلية اللي بإمكانها تدعم، لأن القطاعات الأهلية لها دور كبير في أنها تدعم الناتج المحلي. يعني حاليا الناتج المحلي من القطاعات الخاصة يصل تقريبا من 30 إلى 35%، وهذا يحتاج، هذا يعني طموحنا أعلى من كذي، طموحنا إلى 55 60%.
لأن العمل عمل شراكة القطاع الخاص والقطاع الحكومي مع بعض في دعم الدولة راح يأثر وايد على تسارع تنفيذ خطة التنمية. إذا نقول يعني دور القطاع الخاص في المساهمة بالناتج المحلي يفترض أن يعني نسعى أن يصل هذا الدور إلى أكثر من 60%، حاليا من 30 إلى 35%. هو شوف الطموح يعني احنا الخطه انا قاعد اقراها ان تسعى لها 45%، اتمنى انه يكون 55%. نتمنى. انت كل ما خففت العبء على مصاريف الدوله، لان مصاريف الدوله قد ما تكون فقط لخطه التنميه، ترى خطه التنميه لو بتطالع بنودها والمشاريع، مشاريع كبيره، تتكلم عن ميناء كبير، عن مطار كبير، تتكلم عن بنيه تحتيه، عن مناطق سكنيه كبيره، منطقه في شمال منطقه مطلع، وتتكلم عن منطقه صباح الاحمد، مناطق سكنيه كبيره جدا، بدات في بنيه تحتيه، بدات ثم منازل، ثم تاسيس الخدمات الاخرى، مناطق جدا كبيره قد يعني قد تدخل اي دوله في عجز اقتصادي. فهذه لها ترى أثرها الكبير. يعني دكتور، هذه الحزمة من المشاريع أو تشريعات الاقتصادية الراهنة بوجهة نظرك هل تساهم في جذب المستثمر الأجنبي في الكويت؟ التشريعات، خلينا نقول لك القوانين. القوانين. القوانين إذا 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 بننظر القوانين، خلينا نقول قانون 116 على 2013 الخاص في إنشاء هيئة دعم استثمار مباشر. هذا كان القانون جدا جميل اللي أنشأ هيئة مستقلة بذاتها لدعم استثمار المستثمر الأجنبي لدخول البلد. وكان يعني اللائحة التنفيذية لهذا القانون يساعد المستثمر الأجنبي في كيفية فتح الرخصة، في كيفية الإعفاء الضرائب والضرائب الجمركية، وأمور كثيرة تساعده. هذه الهيئة هي كان واجبها تعمل في الأمور يعني اللي تساعد المستثمر الأجنبي إنه يدخل، ولكن إحنا خلينا نقول تباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة مثل في البنية التحتية قد ما تخلي المستثمر الأجنبي يدخل، لأنه يقول لك والله أوكي أنا أؤمن أنت عندك منطقة صناعية شمالية أو عندك جزيرة كبيرة تبي تسوي، ولكن أنت لازلت في طور التنفيذ، خلني أشوف عندك بنية تحتية عشان أنا أدخل. في عندنا إذا ينع تشريعات قانون على 2010 106/2010 قانون إنشاء هيئة أسواق المال، هذا من أفضل القوانين اللي اصدرت لائحة تنفيذية لتساعد على 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 تنظيم أسواق المال والمحافظة على رؤوس مال المستثمرين. والحين حاليا تشوف هيئة أسواق المال تعمل بشكل جدا جيد للمحافظة على سوق الأوراق المالية بحيث أنه يكون سوق آمن ويعني مزدهر. طيب دكتور، يعني نحن يعني تحت ظل قيادتنا سمو أمير بياد حفظ الله ورعاه وكذلك سمو ولي العهد، تحظى الدولة باهتمام بالغ في تنفيذ المشاريع كخطة مستقبلية خلال مدد زمنية أقل مما كانت عليه في السابق. يعني الفترة الأخيرة دكتور محمد شهدت إبرام الكويت عدة اتفاقيات مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا في حلقة اليوم، اتفاقية طبعا اقتصادية مع دول مثل الصين، هي أبرزها الصين طبعا وكوريا الجنوبية. إذا بنسأل يعني كيف تساهم تلك هذه الاتفاقيات في دعم اقتصادنا المحلي بشكل مباشر؟ والله أنا يعني مثل ما قلت لك هذه الخطوة اللي توجه فيها صاحب السمو ولي العهد إلى الصين لإبرام هذه الاتفاقيات، هذه خطوة مباركة وجميلة جدا. يعني نشد على إيده ونقول له يعني الله يوفقكم يعني في هذه الحركة، لأن هذه الحركة راح تساعد في إتمام أمور كثيرة متأخرة قد نحتاج إحنا إلى دول كنا متعاونين معاهم لسنوات طويلة إن يدعموننا في دفع العجلة. أنت عندك بنية تحتية وبنية بيئية، أنت تبي تزيد الرقعة الخضراء وتبي تساعد في إتمام البنية التحتية اللي المستثمر الأجنبي يحتاجها. أنت تحتاجهم في البنية التحتية في إيجاد رقعة أخرى للطاقة والبيئة والطاقة المستدامة أو البيئة الخضراء اللي احنا تكلمنا عنها. تبي تتكلم عن التكنولوجيا، تبي تتكلم عن التجارة المتبادلة، تبي تتكلم عن الاستثمار، تبي تتكلم عن القطاع الإسكاني اللي أنت تبي توسع وتبي توفر مساكن كثيرة. يعني ما أنت دكتور يعني سمو أمير بلاد حفظ الله ورعاه حرص منذ تولي سيادة الحكم منذ ثلاث سنوات على الإصلاح الاقتصادي بدءا نقول بقضية مكافحة الفساد والقضاء عليه. وشهدنا أمانة خلال ثلاث سنوات أثناء تولي الحكم بوادر ومقدمات على هذا الإصلاح والتنمية.
الحمد لله رب العالمين. نعم بتوفير وانشاء هيئه مكافحه الفساد تم يعني دفع وتأييد هيئه مكافحه الفساد في انها تقوم في محاسبه المسؤولين، في محاسبه المقصرين، في محاسبه اي امر مخالف لقوانين وتشريعات الدوله ومتفق عليها، ومخالفه كل من يقوم بحظر المال العام. وهذا هذه الجزئيه كل ما يعني كانت الدوله حازمه بهذا الجانب، كل ما حافظنا على اموال الدوله وابتعدنا فيها عن الهدر اللي قد يكون متعمد او غير متعمد، او يكون جهلا، او يكون بطريقه يفترض ان تكون عليها المتابعه وعليها التقييم. دكتور محمد جماز، احنا سعداء في لقائك. الله يطول. واستمتعنا بما اثريت به الحلقه يعني من معلومات جدا مهمه تهم الساده المشاهدين وكذلك المواطنين، من المواطنين والمقيمين. ان شاء الله نلتقيك في اخبار جديده ومفرحه في القادم من الايام وحلقه جديده من العالم او المال والاعمال. شكرا لك على حضورك، مستشار في اداره الاعمال، شكرا لك. الله يحفظك. طول عمرك، مشكورين ما قصرت. مشاهدينا، إذن وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في أمان الله.